السؤال الآن لسيد كالفين، كيف قرأت نتائج الاتصال الهاتفي الذي دار خلال الساعات الماضية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي استمر قرابة النصف ساعة، وما انعكاس مباحثات الطرفين على اضطرابات المنطقة ومفاوضات التهدئة في غزة؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. شكرا. أعتقد أن أولوية بايدن واضحة، وهي وقف إطلاق النار، وهو يريد أن يجانب التصعيد في المنطقة، ولكن واضحة هذا ليس ممكن. وواضحة أيضا بايدن ليس مثير أمام نتنياهو، إذن الوضع هنا في أمريكا يجب أن تدعم إسرائيل، ولكن إذا بلينكين والفريق مع بلينكين والإدارة بايدن يستطيع أن يشجع تقدم في المفاوضات للتواصل لوقف إطلاق النار، هذه هي الأولوية، ولكن لا أعرف إذا هذا ممكن الآن مع التطور في المنطقة. إذن الموقف الأمريكي أنت تؤكد بأنه داعم للجانب الإسرائيلي؟ نعم، بسبب حتى لو بايدن هو ينتقد نتنياهو بسبب التصعيد ممكن بعد الأفعال نتنياهو وإسرائيل في تهران وفي لبنان، فحقيقة بايدن هو لا يستطيع أن يغير دعم لإسرائيل بسبب الضغوط السياسية داخل أمريكا. إذن ممكن كلمات بايدن مختلفة، ممكن صعبة مقاربة من الماضي، ولكن في الحقيقة المساعدات الدعم التضامن من بايدن من الإدارة الأمريكية ستبقى نفس الشيء في نفس مستوى. والتظاهرات التي تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها تأثير على الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته في وقف هذه الحرب الدائرة في على قطاع غزة، والتي لها تبعات كثيرة على منطقة الشرق الأوسط بشكل كامل؟ نعم، أعتقد بايدن هو يدرك استراتيجية بايدن ليس فعال لا مع نتنياهو في المنطقة، وهو بسبب هو في الشهور الأخيرة في البيت الأبيض هو يريد سلام، هو يريد أن يخرج من البيت الأبيض مع السلام في المنطقة، نهاية الحرب في غزة، نهاية العاصمة الإنسانية في غزة، ولكن واضحة ممكن ليس ممكن، وهو يعرف أيضا إذا الوقف إطلاق النار ليس ممكن الآن بسبب التصعيد في المنطقة، سيكون صعب جدا لكاميلا هاريس الفوز بسبب الآن هجة الحزب الجمهوري ضد جو بايدن هو ضعيف في البيت الأبيض، واضحة إذا هو ضعيف كاميلا هاريس ستكون ضعيفة مثله. إذن هذا هو بين نارين، هو في موقف شيك بشكل سياسي في أمريكا. سيد كالفين، أنت تقول أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو يريد تحقيق السلام المنشود في المنطقة، إذن لماذا يتعثر في تنفيذه؟ لماذا يواصل استمرار دعم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالذخيرة والمعدات لمحاربة الأطفال والنساء من الفلسطينيين وكبار السن؟ لماذا تصر الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت تخشى تطور الأوضاع في المنطقة؟ لماذا لم تقف هذه الحرب حتى الآن؟ هذا نفس السؤال عندي كل اليوم هنا في أمريكا. بسبب مبرر بايدن هو يفعل ما يستطيع أن يفعل، ولكن نتنياهو هو مستقل، إسرائيل بلد مستقل، ولكن في الحقيقة بدون الدعم، بدون المساعدات العسكرية دبلوماسية لإسرائيل من أمريكا من بايدن، إسرائيل لا تستطيع
أن تستمر في الحرب في الأزمة الإنسانية. إذن هناك نفاق في الكلمة بايدن بسبب هو الآن لا يفعل ما يستطيع أن يفعل بسبب هناك الحدود مع دعم إسرائيل. حتى لو الموقف في غزة مهم، دعم لإسرائيل بالنسبة لبايدن أهم من هذا. هذا في الجوهر المشكلة السياسية في أمريكا، العلاقة بين نتنياهو وبايدن. أنت تتحدث أن إسرائيل هي التي تتحكم في الولايات المتحدة الأمريكية وتفرض رأيها باستمرار الحرب على قطاع غزة، والولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر قوة في العالم، هي التي تمد إسرائيل بالسلاح مثلا. نعم، أعتقد أن أمريكا توجد إمكانية، أمريكا مؤثرة في العالم، مؤثرة ليس مع المساعدة العسكرية، مع السلام، مع مثلا في الأمم المتحدة من مجلس السلام. ولكن أعتقد أن بسبب العلاقة بين نتنياهو وبايدن كارثية الآن، نتنياهو هو يستغل الوضع السياسي في أمريكا، بايدن هو مثل بدون سلطة أمام نتنياهو. إذن النتيجة هي مساعدات، استمرار مساعدات عسكرية دبلوماسية. بدون هذا الدور مثير نستطيع أن نكون في العالم. نحن حلف نتنياهو، نتنياهو هو الرئيس عن سياسة ما في المنطقة الأمريكية. بسبب هذا هناك جدل كبير، مناظرة كبير في أمريكا عن دور أمريكا في المنطقة بسبب تصور أمريكا في العالم أسوأ من قبل 7 أكتوبر بسبب رد فعل بايدن وتضامن 100% بدون شروط مع نتنياهو. إذا تغير الرئيس الأمريكي جو بايدن وآتى أي رئيس آخر، هل ستتغير سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه ما يحدث في الشرق الأوسط؟ إذا يفوز ترامب لا نعرف، بسبب هو يمثل الفوضى، هو فوضوي. ولكن إذا تفوز كامالا هاريس مثلا، هي لا تستطيع أن تغير سياسة أمريكية مع إسرائيل بشكل كبير، ولكن هي تستطيع أن تفعل كيف ندعم إسرائيل. إذن الآن بايدن هو عنده السلطة للشروط، شروط مع المساعدة العسكرية، شروط مع حقوق الإنسان، مساعدة إنسانية. ولكن هو لا يستغل القانون موجود الآن مع شروط. إذن أعتقد أن كامالا هاريس ممكن استراتيجية نفس مع بايدن، ولكن تصريحات شروط والعلاقة بين كامالا هاريس ونتنياهو ستكون مختلف، هذا أفضل من ما يحدث الآن. سيد كلفن، بما أنك تتحدث عن حقوق الإنسان وأن الولايات المتحدة الأمريكية تظهر دائما بأنها تحترم حقوق الإنسان في الدول، ألا يوجد أي رد فعل تجاه ما يحدث من انتهاك حقوق الإنسان بسفك دماء الأطفال، سفك دماء كبار السن، سفك دماء النساء، يعني كل هذا السيل من الدماء، أليست هذه أو هذا ما يحدث هو انتهاك صريح لحقوق الإنسان؟ نعم، هذه المشكلة، النفاق عن حقوق الإنسان في أمريكا، هذا واضح بسبب رد الفعل أمريكا حسب على الدهية. ممكن إذا دهية في أوكرانيا رد الفعل أمريكا مختلف عن إذا الدهية فلسطينيين في غزة. بسبب هذا المؤتمر الحزبي، الحزب الديمقراطي في أسبوعين في أمريكا في مدينة شيكاغو، توجد احتجاجات أمام المؤتمر
عين هذا الموضوع لحقوق الإنسان. الناخبين الديمقراطيين خصوصا الشباب الليبراليين نطالب إذا نحن ندعم حقوق الإنسان في العالم يجب أن يكون في نفس مستوى إذا دهاية في غزة وفي أوكرانيا وفي أوروبا في المكسيك. ليس النفاق عندها الآن. إذن هذا أولوية جزء الحزب الديمقراطي في هذا الحملة الانتخابية الحالي في أمريكا.